السلام عليكم سي الغوتي. اخي انت دابا بما انك الصوت ديالنا لابد، الله يجازيك بخير، هذا الميساج دوزو ولابد ولابد. كنقلب انا ديما كندير واحد البحث على الامام البصيري، مولى القصيده ديال البرده ديال مدح النبي صلى الله عليه وسلم. والسيد امازيغي من قبائل امازيغي، قبائل صنهاج اللي كتستوطن قبائل اقصى جنوب المغرب، يعني سوس، سوس ديال دابا ديالنا حنا في المغرب. هو تزاد في بني سويف في مصر، في الصعيد ديال مصر، ولكن الاصول ديالو من قبائل صنهاجة اللي كتستوطن اقصى جنوب المغرب، يعني منطقة سوس وداكشي. كاع المراجع اللي قلبت كلهم، المهم مش مشرقية اوروبية داكشي، كتقول بانه من هاد القبائل هذه. كما قلت لك هو تزاد في مصر، ولكن الاصول ديالو جدادو من قبائل ديال صنهاجة ديال سوس. الا وانا ضربت في بالي القضية ديال الزوير الجزائري، قلت الله تنجر، دخلت ويكيبيديا ونلقاهم فعلا دايرين بانه مشاو لديك المغرب، داروا في المغرب الكبير ودايرين في المرجع بانه تزاد في مدينة بومرداس الجزائرية. والتعديل، داك التعديل اللي دايروا انه غير جديد، غير هادي واحد 3 سنين ولا اصاحبي، زعما حنا والله الا ناعسين. خصها وزارة الثقافة كاع دوك الأعلام اللي أصولهم مغربية ولا تزادوا في المغرب ولا ولا ولا، راه خصها دير لهم واحد الجرد كامل وديرهم في واحد المؤلف كبير ولا، حيت صافي راه تراثنا راه بريسك تسرق، ما بقى لنا والو. دابا بنو بطوطة قالك ديالهم، بنو طارق بن زيد ديالهم، الإمام البوصيري عبد الرحمن المجدوب تا هو ديالهم. دابا الإمام البوصيري مشى مول البردة، أحسن قصيدة ديال المدح تقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي مولاها أمازيغي، اللي تفوق على العرب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أرجوك أرجوك دوز هذا الميساج. سمعتوا الميساج ديال الدكتور ياسين، اللي دار معايا عدة لقاءات، اللي هو مختص في البحث الإسلامي والعلم النفسي، علم النفس البسيكولوجي. وراه هادي ديزاني، وانا كنقول ان هاد الدولة هادي دو لوتر كوتي القراقرة، السرقة عادية، السرقة عادية. ولكن ويكيبيديا الأخ ياسين عندك الحق، وزارة الثقافة خصها تدخل ودونها شحال من مرة. المهم هزو كاع المغرب كوبي كولي، راه كان يقولها انا جوي بوسكاني لو ماروك، قال لهم بغيتو المروك انا غادي نحط لكم المروك هنايا، بوتفليقة بوتفليقة. غير هو هاد ويكيبيديا ولات معروفة، عندها تأثير محلي، ولاتش مصدر موثوق به. ولكن الميساج رانا دوزتو باش يشوفوه الناس المسؤولين ويخدموا شوية ويروجوا شوية للثقافة المغربية والأصول المغربية وتاريخ المغرب، يهتموه. أنا صافي ديزاني، وكانوا عندي مغاربة معارضين ليا كيقولوا لي أنت عندك شي مشكلة مع الجزائريين، كنقول لهم راه كيسرقوا لكم التاريخ، كيسرقوا لكم التراث، وكيسرقوا لكم الهوية، حتى الطريقة اللي كتهضروا بها والطريقة اللي كديروا بها الأعياد ديالكم والعراس ديالكم. واليوم الحمد لله غراس او ريزو سوسيو ما بقيتش كنبان بحال حاقود ولا روكيني، فهمتي؟ وعاد على حساب المستشار ديالو سوري وباقي صغير وما يعرفش المغرب، فهمتي؟ شتي هذاك وزير الثقافة خصو يوقف مباشرة هاد المواطنين، يقول لهم فوالا أنا لست مختص بهذا الميدان، كنبقى وزير ولكن نعين ناس مختصين هما اللي ينقبوا، هما اللي يحافظوا، وهما اللي يهاجموا على أي واحد خدا لنا شي حاجة. يدير إينيكيب الناسيونال، كيتسمى واحد إيكيب قوية اللي متكونة في جميع في تاريخ المغرب، في تراث المغرب، في كاع المغرب اللي تراث، جميع انواع التراث، سواء المادي سواء الملموس، سواء لي زيليمو كوربورال اي انكوربورال، فهمتي، اللي ملموسه واللي غير مسموعه وما تقدرش تكونكريتيزي، ما تقدرش تحطها، فهمتي، لان راه صراحه راه بعض الامور دخلوا معنا في كسكسو ولا نحسوا على شمال افريقيا، دونك مشى داخلين مجانبين. اما هما شنو نقول لك، راه سي ان غون بروبليم صراحه. نو سوم تري مال طومبي، نو سوم او نعطيك واحد التقاليد ديال ما هو هذا الشطحه ديالهم، جدهم كيف جداتهم كانوا كيديروا.
دابا حتى المغاربه زعما الحمد لله بداو كيختصوا ولاو كيعيقوا هذا التراث ديالهم. يقول بأن جارته كانت عاصية لله تبارك وتعالى وكتجي تدوز راه. اسمع كي يهضر، اسمع: أنتم مدعوون إلى العشاء إلى العشاء فورا. أنتم مدعوون للعشاء فورا في فندق شيراتون. أنتم مدعوون للعشاء فورا في فندق شيراتون. ما لا صواب لا والو، راه كندير فيديوهات كنبغيو زعما نرفعو على الانسان وداكشي، ولكن كيحسبونا حنا كنسطاو. الارهابيه والميليشيات المسلحه وقطع الطريق امام اي محاولات لدعمهم او منحهم غطاء سياسي. ودابا هذا علام كيدق دابا راه كلشي والله عارف، كلشي والله عارف. اسمع اسمع اش كيدوي. اسمع هادشي اللي كيديروه في الويكيبيديا، هي كيفكروا الاجيال اللي جايه ديالهم، كيفكروا فيها باش يمتلكوا تاريخ، يمتلكوا هويه اللي ماشي ديالهم، ديال المغرب. قال لك دي بغاو يديروا داك المثل: دير بحال جارك ولا غادر دارك ولا خوي دارك. هادشي اللي كاين، ما عندناش حل، ما عندناش سوليسيون. هنا اوكين سوليسيون، لا سيل سوليسيون حنا نكونو اجور. كنقول لكم ديما المغربي هو اللي خصو يكون قوي. سي لو ماروكان سي لوي كي دوا سامبوزي، باش يفرض الهويه ديالو والتراث ديالو. هي العالم كله كيعرف المغرب، يعرف تاريخ المغرب، ولكن الاجيال ديالهم غادي يبرزطوا لنا الاحفاد ديالنا عاوتاني. حنا ديجا هادو راهم مبرزين، هادو اللي تزادوا في التسعينات والثمانينات والالفينات، راهم دايرين لنا القوق في المرقوق. اش غادي نقول لك؟ ولكن خصنا الجيل ديالنا يعيش شويه، المغربي يكون مبتكر، يكون اجور. يل فو اكتياليزي لي زانفورماسيون. ومين قال لك محرز غادي يمشي للجنه من الصحابه؟ ذلك العلم والرايه التي رفعها محرز في بريطانيا هو مجاهد في سبيل الله ومرابط كما رابط امتي الغوث. مصيبه صعب. محرز دار لهم خاويه في عمره وجا دار مشروع في مراكش. يلا كيفاش يفسروها؟ اسمع كيفاش كيهضر معهم بوصبع. هي وعد شرفي، هي الاموال اللي تندفك هنا ولا عمركم ما شفتوها. هذا هما هكذا دايرين، ما باغيش شي واحد اللي يكون. انا نهار قلت لكم راه الناشد الوطني ديال، دخلوا سبوني وعايروا، الناشد الوطني ديال اسبانيا اندلسي. اسمع مغربي اللي نحنو انكلوسو ان ارتيكولو تويو ان ال كا اسيغوراس كو لينو دي اسبانيا اس اندلسي. الناشد الوطني الاسباني اندلسي. Bueno, pero no lo descubrí yo. El no, el es verdad que yo fui. Nunca lo había leído. Pues sí, la verdad que sí. Y si tuviésemos oportunidad de escucharlo, todo el mundo lo reconocería. قال سمعته وتعرفت عليه واكتشفت ان المؤلف مغربي في مؤتمر قدمته في خلال المراحل الاولى. الناشد الوطني ديال الاسبان مغربي ديال المغرب. سمع شوف قيس فايز والفريز، شوف وحمامه، شوف وهذا تيلو كومبار. هذا تيلو كومبار، راه كل واحد. وشوف حنا ما عندناش لافولي في البلاد، عندنا التباتة والرزانة. التباتة لا، اليوم اوجوردي تبون ولا محبوب. اتونسيون، عندك تمس تبون، عندك تمس. اليوم إلي دوفوني ليدول دو بوب، il est devenu l'idole du peuple. Ou شنو ريحة ولاو ليدول دو بوبل، راه خيلا غادي يفوتوا بخروبة، لأن العداوة ديالهم ضد المغرب تحدات الحدود. راه ما كانش واحد شوية ديال من يدوز البرد خلاهم، مازال وقت بومدين كان هناك شوية ديال قنوات التواصل، اتصال، كان شويه السفارات القنصليات يتلاقاو. شو اليوم العداوه فين وصلت؟
عمر كانت في الجزائر سد دين السماء والارض والماء، عمرك سمعتي بها؟ كتسمعها في الحكايات. قالوا كان يا ما كان في قديم الزمان مسدودة السماء والأرض والماء وكان الجن، هذه هي الجزائر. عاد العداء ولا كيعبر عليه الشعب، ما كنتوش كتشوفوا الشعب كيعبر على العداء ديالو ضد المغرب، سيتي تري ديسكري، داكشي كان مستور، كان مستور كما علاش؟ لأن كانت واحد لا جيستيون شويه بعقلها ديال الكراهيه، كيضربوك من تحت الدف، كيجيبوا دول كيجيو يهاجموك دول برانيه مرتزقه، كيخلصوا دي زانفلونسور ممثلين دكاتره باحثين اعلاميين صحفيين سينمائيين باش يشوفوا الصوره ديال المغرب من تحت. كيبان لك اكريفان كتب مساوئ على المغرب ودار اخلاقيات على المغرب او على الملك وكذا، ما كتعرفش، كتقول وقيلا هذا ولكن هذاك لي سيرفيس سيكري الجيريان لو انجاجي لو بيي بور سالير سوي لي مارشي ماروك، خلصوه وداروا ليه عطاو ليه فلوس باش يشوه، وحتى واحد ما رد البال. كانوا كتب كبيره كتروج ضد المغرب، صح صحف مكتوبه ضد المغرب، ورابطين المغرب تسمى ماروك كتربطو بغريك كتربط المغرب، عدة أمور اللي كتسيء الصورة ديال المغرب. كانوا خدامين واليوم خدامين بالعلالية الجلالي، كيدرقوا والو، بكري كانوا كيخدموا مستورين، كانوا محتضنين المعارضة الإنقلابية عندهم قبل من بوليزاريو، الاشتراكيين الشيوعيين الجمهوريين، المهم لي زيكستخيميست كانوا عندهم، وكانوا كيكونوا جيش اللي غادي يدخل يجمهر المغرب يردها جمهورية. ولكن داكشي ما كانش، واخا الملك كان عارف مخابرات، ولكن الشعب ما كانش يبالي، الشعب ما كانش عارف، الشعب المغربي ما كانش عارف بلي كاينه واحد العداوه دفينه وكبيره ضد الطول، كاين واحد الحقد، واحد الاحتقار ديال المغاربه. حنا كنا عايشين في الجزائر، كنا كنشوفوه، كنا كنشوفوه كيفاش كيتعاملوا معنا كوم ماروكان. خص المغربي ما يكونش لابس زوين، ما يكونش كلاسي مزيان في القسم، ما يكونش عنده شي دار زوينه او شي طوموبيل، خص المغربي يكون حداهم بحال الطلاب، ما يتحملش يشوف مغربي مفركس بوغوس اللي كتقتل لهم ولابس مزيان وعايش مزيان، كانش كيحملوها. يقول لك مروكي وتسمع شي هضره، بقاش نقول لكم انايا، اليوم ما بقاتش، اليوم ما بقاتش الستره، اليوم يقول لك بغيتي تدخل الصحافة المغربية باش مشات تغطي المؤتمر، ما قالوا لهاش ما تجيش، كون قالوا الصحافة المغربية ما تجيش، مرفوضة الصحافة المغربية في الجزائر ما يمشيوش، راه شدوا الطيارة من المغرب لباغي وباغي ألجي، ما سي با فاسيل، فيها مصاريف وفيها كذا وعاد الإقامة، وكي جاو جراو عليهم، وكيفتاخروا، كيقول لك حنا حتى بوريطا ما استقبلناش. وما عطيناش وقت، وما كانش هناك استخبار رئاسي، وما تلقاش معاه، ما استقبلوش وزير الخارجيه ولا رئيس ولا اي مسؤول. عرفتي شنو هي بالنسبه ليهم؟ راه سي تين فيكتوار بسيكولوجيك سيغ الماروك، كيفرحوا بها بصبع ازرق، يقول لك شرينا على الصحافه ما خليناهمش يغطيو المؤتمر، شويه يقول لك منعنا الصحافه تمشي عند بوريطا، لا البايس لا لو فيغارو لا لا اف بي، اي صحافه اجنبيه ما تمشيش عند بوريطا. هناك حصار لعزل المغرب اعلاميا، وكانوا كيظنوا على ان بهذه الطريقه غادي المغرب يبان بحال ابسون، ما كاينش، لان لا بريس كتبين لا بريزونس ديالك، كتبين على انك موجود وكيتسمعوا الاراء ديالك والاقتراحات ديالك. ساعه بوريطا كان عنده لو بارشومان، كانت عنده خريطة الطريق الملكية فيها، راه ماشي حنا كنهضرو بحال هو يقول لك عندي الخطة نوريك الخطة ديالي، لا، فيها إلا داروا معاك هكذا ها كيفاش دير، ولا داروا معاك هكذا هكذا ها كيفاش دير، ولا داروا معاك هكذا كيفاش دير، جميع الاحتمالات كانت مدروسة سباقيا، والمراقبة ديال الخريطة، هناك كانت عدة مصالح كتراقب وكتعاين بالعين المجرده، وقتاش تتعلق الخريطه وكيفاش غادي تكون الخريطه، وكانت هي
لو برومي سوسي الهم الاول كان وفي البلاصه ما كانش حاضر تما كبوريطا وصلوا الخبر وصل المؤتمر قال لهم اتونسيون هناك عدم احترام مقتضيات هاد والتزامات الجزائر نحو الجامعه العربيه وراه دارو دارو دار من بعد قال لك لو غرافيك فراسك لو غرافيك يعاود لي السيد السيد خدام في الرياضيه وهنا كان شي مقابله ديال رواندا ديال رواندا مع شي فرقه قال كانوا لاعبين في المغرب مع المغرب يمكن كاع هذيك رواندا كان عندها شي اعلان قديم وغلطوا في الرياضيه وعلقوه دوزوه ترى انا القيامه تليفونات الوزاره الكابيني رويال وروينا نهضت على هذاك الاعلام القديم نقول لهم حنا شحال تقاتلنا وشحال ماتوا فينا باش جبنا داك الاعلام الجديد وانتم درتوا لنا الاعلام القديم هذه هي نفس القضيه اللي حنا عرضنا باش المغرب حيدته من الخريطه وعطاتها لواحد الجمهوريه وهميه اللي هي جزائريه باسكو لو ريبوبليك صحراوي نيكزيست با لو بوليزاريون نيكزيست با سي ني كانون ينا غاردي كانون بوليزارو ما كاينينش هناك ميليشيات هناك ميليشيات 90% في المية جزائري هناك عصابات هناك المبحوث عنهم دوليا هناك إرهابيين هناك واحد زعزع ديال المجرمين هناك محتجزين سواء من المغاربة صحراويين أو محتجزين من أي مكان جاو ما يقدروش يخرجوا قال لي حصلوا تماك ولات بحال أن سكت واحد لو سكت إلا هربتي يقتلوك إلا خرجتي من تندوه تموت مو فيه تلمو البراجات في كل قنت والحواجز في كل قنت اللي دخل تماك وكان طامع يدي شي أرض ويدخل وشاف راسو ما كاين حتى أمان واخا ماشي مغربي سوداني تشادي نيجيري جزائري ويبغي يخرج ينزلوا عليه يقتلوه علاش لأن غيكون شاهد إثبات غادي يخرج وغادي يحكي الواقعة وشنو كاين تماك هاد الجامعة العربية اللي تجمع هاد اللجنة علاش ما داروش لجنة تقصي وضعية اللاجئين حنا ما نقولوش محتجزين نهضرو بالأسلوب الدبلوماسي علاش هاد القراقيرو ما فسحوش المجال الدول العربية يديروا لجنة عربية ديال شوفو كيفاش دوك الناس راهم عايشين في تيندوف راه تيندوف سي تين غروند بريزون دايرين إدارة وزارة الخارجية دايرين لورغانيغرام ديال الدولة وزارة الخارجية وزارة الداخلية وزارة الأوقاف وزارة الأشغال العمومية وزارة البون إيشوسي وزارة المياه والغابات وزارة البيئة هادشي كلشي كاين لورغانيغرام ديال الدولة كاين ولكن الناس تماك مشدودة بلي فيزي بلي كلاش اللي يخرج يقرصوه شي كنقول لك دابا حنا الجزائر شاننا حرب على المغرب من زمان والجزائريين كانوا دائما في اي ملتقى في اما يتلقى المغربي عم الجزائري عمرو كيدير راسو سير لو ميم بيديغاليتي كماروكان ديما كيتعالى لسبري دو غوندور ديما كيلعبها كينفخ كيخرج نيفو بليتو لانه هو عنده عقليه ديال الفيل وديل قصير وعقل صغير كيخرج نيفو كيقول لك حنايا علاش نتوما تبوسوا اليدين تاع الملك علاش تركعوني الملك حنا شوف حنايا حنا الرجله شوف بريزيدون هو ريبون ديال موستاش مع الشعب نتوما نتوما راكم ملك تاع الملك ملك تاع الملك نتوما عبيد شوفوا كي كيدير الديسكور تاعه يقول لكم الشعبيه العزيز غنمي كيقول لكم نتوما حنايا لي زارجيريان حنا رجله ريفولتي ريفولتي حنايا ريفولتي ما نخافوش حنا هما الشواكره تاع نتوما المغاربه متلولين وتبوسوا اليدين هذا هو اللواي يهضر معاك ما تعرفو ما يعرفك وسيرتو الا كانوا ثلاثه اربعه وسط مغربي هذه اللغه ديالهم وراه ما عارفينها هما دابا راه ما كيتصنتوا وكيعرفوها
الى يومنا هذا بنادم ما كتهضر معاه والو كيدخل عندك كيقول لك نتوما عبيد. وقلنا له مودي ما كان حتى مشكل، حنا عبيد وحنا يهود، حنا متصهينين وحنا نبوسو اليدين، وحنا عندنا داكشي اللي باغي نتوما، اللي عندكم نتوما كاع مسخايب نسبوه لينا، وعلاش ما تعطيوناش اتساع؟ عطيونا غير اتساع. ولكن نقول لكم واحد القضيه، لا بي سين ما كيتشراش وما كيتطلبش. سيلفو بلي لسي مو اون بي، خليني نعن نعطي الفم تسكتو. خص المغرب يتقوى، يتقوى بشعبو، الشعب ديالو. شتي الا الشعب ضعاف، هذاك واحد الدوله شعبها همجي هرجي خمجي كيتسناك غير الضعاف. وعزيز عليهم المغربي اللي كيخون الوطن ديالو. خلاها واحد قال لك نتمنى انا يعيروني الملايين وانا نبغي بلادي، ولا يبغيوني الملايين وانا نهضر وانا نكريتيكي بلادي. فهمتيها؟ نتمنى انا نبريفير، جو بريفير être détesté par les millions, critiqué par les millions, que d'être aimé par des millions. On a qu'un seul bledi, on a qu'un air bledi. Et personnellement, je suis le Jazeera 40 millions de Jazeera, ils sont bons, 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 ils sont لابارتونونس الانتماء ديالك شرف كبير انك تنتمي للمغرب. حنا ماشي عنصريين، وكنعتبروا الانسان كله بحال بحال. يا بنو الانسان، يا بنو الانسان، علاش حنا عديان؟ ياك حنا خوت، حنا خاوه، حنا جيران. سمعتوها ديال الغيوان؟ لاش ديال الكذوب، لاش ديال البهتان. رزادوها يا بني الانسان. كان الغوانيين بزاف هاد الناس. هادو هاد الناس وصلوا لواحد لو نيفو، واحد لو نيفو انهم ما يتقبلوش يشوفوك ضحك، ما يتقبلوش يشوفوك واقف على رجليك، ما يتقبلوش يشوفوك منتصر في شي حاجه. باغيينك تكون على الطس، مضروبه بنص وناعس على الطس. يشوفوا المغرب، توريهم المغرب، راه صافي التوازن. وانا كنصور المغرب تقريبا وكلشي، يدخلوا غير يسبوا يعايروا، يجوا لافوك، دي بلاي ذا بلاند. وان دي سي بيكتشر اوف موروكو، دي بلاي ذا ديف. وان دي هير ماي ستوريز اباوت موروكو، they play the mute when it's about telling something fine about Morocco. كيلعبوها عميين كي تكون شي حاجه زوينه ديال المغرب، صور زوينه. كيلعبوها صمكين كيسمعوا شي حاجه زوينه على المغرب ما يسمعوهاش. وكيلعبوها زيازن ما يهضروش الا بغاو. لا قلتي لهم قول لنا ما رايك في المغرب، يتزيزنوا. والمغاربه، المغاربه هما ديال التخشاب، ديال النشاط. المغاربه ماشي ديال الهم والغم. راه ما كاش اللي علينا الهم والغم والمبادئ ديال النهوض والنك ودير هادي ودير هادي. قلت الشرق، الشر والتعاسه جاتنا من الشرق. المغاربه هما اللي علموا المغاربه الكونتروبوند، الجزائر هما اللي علموا المغاربه الكونتروبوند. ما كاش كونتروبوند ما يديروا والو. هما اللي خرجوا على المنطقه الشرقيه كامله، كانت ديك البلاصة هانية فلاحية كتنتج العجب. تالمو حرمتهم الشيوعية من البرودوي دو لوكس، هما راه كان عندهم الوقيد، الوقيد باش تشعل البوطة باكية ديال الوقيد كطير لك ديها لك الحمر ديالها. يامات الوقيد هما كانوا كيتخلعوا في الوقيد ديال الشمع اللي كيتشعل. كيقول لك كتجيب ليه صندوق ديال الوقيد بحال جبتي ليه تلفازة اون كولور، كيفرح كيقول لك كيشعل مع الأرض، مع الحيط.
الوقيت ديال الشمع اللي كان عندنا ما كانوا كيدو عاد الوقيت الاخر اللي كان عندنا ديال السبع وديال الفراشه، الوقيت ديالهم الا درتي ليها يطير لك على عينك، درتي ليها يطير لك على عينك يعميك. هذا كنقول لك اي حاجه لوكس ما كانش عندهم. الخرقوم، الخرقوم ديال اللي كان عندنا والله ما كان عندهم، ان في غيان دي تو. وخرجوا السياسه ديال لو تروك، يجيبوا السلعه ماشي ديالهم، قهوه، الروز، اتاي، سميد، الزيت، كيدخلوه الوجده باش يدخلوا حتى الحواله. تفرشوا الفيلم ديال الحولي، واحد الفيلم بقيت على العنوان ديالو اللي قالت لي كنش تجارتنا شنو جابت من مروك، مازا بنان، مازا تفاح، مازا كانا، مازا شوينغو، مازا خرقوم، شتو واقيلا. ما كانش الدوفيز، وقالوا لهم، قالوا ليه بغيتي تدخل لمروك وبلا ما تصرف دي معاك حولي، دي معاك كبش، شرا كبش شرا هادو. ديك الساعه كانوا باقي يديروا هاد الافلام، كانوا مازال ما داخلينش معنا في ديك الحرب الثقافيه كما ينبغي، كانوا شويه كيتفرشوا، كانوا كيكريتيكيو المجتمع ديالهم، ولكن ما كيظنوش على اننا غادي نشوفوا داك الشيء. ايوا السي خونا داك الممثل، كتعرف داك ابو الحيه، داك اللي موريست، هذاك اللي كيضرب الحواق، ماشي بوبقرا، واحد اخر، شرا الحولي والكبش وجا مدخلو مع الديوانه، قالوا ليه الكبش ممنوع يدخل. رجع، جاو شي دي كونتروبوندي قالوا لي حنا ندخلوه لك على طريق الوحده، وانت تدخل على الكونتروبوند، تدخل وتلقى لنا من الجهه الاخرى. وفعلا دخلوا الباسبور، دخلوا ليه الحولي هو دخلوا ليه الحولو، والله ما بقيت عاقل على لو تياتر ديالو. والله دابا تفكروا نعطيو لكم فيلم زوين. هذاك الحولي عنده باني عليه كاع المشاريع، ما جايبش فلوس، وهذاك الحولي وما يقولوا الكبش هو اللي غادي يبيعو في وجده، وغادي يتقدى به البنان والتفاح. لا راه كنشوف شي لقطات من داك الفيلم، كاين لي واحد الانواري بلون كتقول لي كنش تجارتنا على بالك كانت في المروك، شجابت شجابت تجارتنا، مازال بنان، مازال لبس، مازال جلابه، مازال. المهم انا درتكم اللقطه، شوفوها، وديك الساعه قلبوا على داك الفيلم. راه دابا نقلب عليه، جو في لو شيرشي، عندنا فيلم كيحكي الواقع ديالهم كيفاش كانوا يتصرفوا مع المغرب. هو هذاك الحولي يلاه شدو دخل بيه ويهرب ليه. ولا كيغوت، خديجة حميمة، راح البنان، راح التفاحة، خديجة راح كيبكي وينوح، علاش كان باني. هذا هو القصة ديال الجزائر اللي ما كان عندهم والو، وكي كيدخل المغرب كان صرف شوية زوين، كيبان ليه هو البرجوازي في العالم، كيقول لي حنا عندنا الدراهم، حنا عندنا الصواردة، حنا عندنا كذا، نتوما ما عندكم والو. مصيبة كان كيدخل شي جزائري للمغرب كيجي عندنا مباشرة، أنا معروفين حنايا المغاربة في ذاك الكارتي، راه كنت في المروك، وراه كنت هادي، كنت شفت داكشي كيقول إبراهيم بوهلال، نفس الهضرة كيقولوها ليا، نفس الهضرة. زعما مكدبش عليكم، كنز خبيث لواحد الدرجة مكيحترموش. حتى ولو كان هذاك الشيء واقعي كاين، على الاقل ما يحاولش يجرحك كما حنا المغاربه كنتصرفوا معاهم، كنتصرفوا مع جميع البشر، ما كنجرحوش الانسان، ولكن هما عندهم لذه في تجريح المغاربه. راه كتشوفوا نتوما هادشي في لي ريزو سوسيو، كتقلقوا ولا كتضحكوا، ولكن هادشي راه واقعي مالوروزمون. غير هو اليوم ولا واضح، حنا ما بقى ما يتخبى، اليوم لي ريزو سوسيو يبينوا كلشي، لي ريزو سوسيو. المغاربه كاين لي مغاربه اللي يلاه عرفوا، حتى لعب البحر المتوسط، نعرفوا بلي ان الشعب هو اللي كيتلذذ بكراهيه المغاربه، كانوا كيعتقدوا على ان ربما الشعب يبغى شونجي. راه الشعب اليوم ولا حماق على تبون، راه كيقولها لك، كيقول لك حنا تبون ما كناش باغيينو، ما كناش باغيين تبون، جابوه العسكر. ولكن من شفنا كيفاش كيدير المراركه غادي نصوتوا عليه العشريات العشرين تيموت. فانت دابا تشوف غادي تقدم انتخابات غادي يدي 99%، انه طاح على النقطه ديالهم، طاح النقطه اللي كان داير بوخروبه وخدمها شويه بوتفليقه، بوتفليقه
الوئام المدني اللي داروا، ما كانش شي جلسه في جميع المدن الجزائريه ما جبتش فيها المروك. ارجع للوئام المدني وشوف، مره كينغز معاها تونس باش ما تبانش انه راه تابع غير المروك. اذا ما تجيكمش مفاجآت شي ديال ويكيبيديا والسرقه ديال التاريخ، فهمتي؟ مالوروزمون قديمة السرقة ديال التاريخ. الحمد لله اللي المغاربة اللي يعرفوا ولاو كيعتبروا ويكيبيديا، ولكن بالنسبة ليهم راه بالنسبة للجزائريين ويكيبيديا سي لا ميور ريفيرونس باسكو كتمجدهم. ردت لهم يوسف نتشفين جزائري، تيني مسان جزائرية، الزيانيين هما اللي استعمروا المغرب، ماشي الأدارسة ولا المرابطين ولا المالينيين راه ولا للموحدين. إذن هما اللي كانوا محتلين إمارة مراكش، وردت لهم وجدة وملوية وفيقيك وبوعرفة جزائرية. ويكيبيديا زادت المساحة ديال الجزائر فيها 2,300,000، ولات زايدة فيها نص المساحة ديال المغرب. ويكيبيديا ديال لأي دير غير ألجيريا وقلبها تعجب كاع داكشي اللي مغربي ولا ديالهم، ما كنتفاجئوش. لو فور غير هو بالنسبه انايا، بالنسبه ليا هناك ضعف واستصغار هذا المشكل ولا نيغليجونس دو سو بروبليم بار نو مينيستر كونسيرني. الوزارات ديالنا ما حنا شكون اللي محافظنا على التراث ديالنا، وشكون اللي كيشهر التراث ديالنا؟ خصكم تعرفوا بلي كيشهر التراث ديالنا واللي كيحافظ عليه هما الاجانب، هما لي زونغلي، لي زاميريكان، لي زوستراليان، لي جابوني، هما اللي كيجيو كيقولك هاد التراث ماروكان ويدخلوه في المتاحف عندهم، ويدخلوه في المجلدات ديالهم، ويدخلوه في لي زونسيكلوبي ديالهم. شد انسيكلوبيدي سيغ لو باتريمون مونديال ديال الجابون وسير لو ماروك وقرا، ولا ديال روسيا ولا ديال استراليا، ولا تلقى داكشي اللي تلقاه لونسيكلوبيدي ما تلقاهش في المغرب. سو سون تو كي بروتيج. علاش؟ باسكو نوتر باتريمون اني اونيفرسال عالمي، المغاربه محتقرينو. المغرب اللي تخي غيش بالباتريمون، اغنى اغنى اغنى، حنا ما نقولوش القوه الطالبه، اغنى بلد في التراث، في التنوع التراثي هو المغرب. سي اون سورس اونيفرسال انيبويزابل. الرسام يجيو هنا، إيف سان لورون فين مات؟ فين مشى؟ فين جاي تما؟ لي كرون ديسيناتور لي ماتر دو ديسان جاو هنايا، لي كرون، راه كي تشوف إيف سان لورون جا هنايا، كريستيان ديور، كلهم جاو هنايا، هادو هاداك كتشوف فيهم لوي فيتون، كلهم جاو للمغرب بوغ لانسبيغاسيون، كلهم، مكانش لي مجاش هنايا. ولكن بالنسبة للتراث، تمشي عند الشينوي يعرف احيدوس ديال من، ويعرف احواش ديال من، ويعرف الركبه ديال من، هذا شينوي. وعندهم فرق شينويه ديال الركبه وديال احيدوس، ولكن ما يقولوش ديالنا بحال الجزائر، كيقولوا مروكان. جابون لا ميم شوز. في اوروبا، في امريكا، في ماشي ضروري ما تلقى مدينه مغربيه على الشكل المراكشي او الشكل الفاسي، الا في الجزائر اللي كيقول لك هذه راه تاعنا، حنا اللي درناها وحنا مواليها. لي زالجيريان وصلوا لو نيفو اللي لا رجعه فيه، ما بقوش باغيينك حتى تبقى سميتك المغرب. كيقول لك انت سرقتي كلمه المغرب من المغاربه ومن المغرب الكبير، انت اماره مراكش او الاقل المروك. ولا ديرنيير فوا تحديت دوك الجزائري يدخلوا عندي، قلت له مين انت كتقول لي حنا ما كناش مغرب؟ فسر لي القصيده اللي عندها سنوات قبل ما يبان ليوطي، قالوا ليوطي السنه اللي كيغنيها المطرب ديالكم المشهور الله يرحمه القروابي. جيت نشوف خصايل المغاربه وسمع لي المغربي مين جابها كلمه مغربي يا مغاربه، القصيده اللي قديمه قبل ما ليوطي ديال الحراز. وشا
سي نورمال، سي اون ريفيرونس صغيره ولكن عندها اهميه كبيره. بارفوا يقول لك لا ما كاينلاش نبرو ليهم، لا بالعكس، خصك تبين لهم اللي عندنا التاريخ ديالنا في القصايد بعدا، دي غوبير دي زانديس، داكشي اللي كيتغنى عندهم اللي مشهور كامل مغربي. اشنو اللي مشهور كامل على سيدي بومدين؟ جيت قاس الألم الجزائري ولا الكاوي الجزائري؟ سيدي بومدين براسو ولد إشبيليا، هو مغربي أندلسي، رجع من فلسطين، مات في مدينة تيمسان، ردوه جزائري، هو اللي بنى حائط المغاربة. راه سي ان بروبلام اللي قال لك المغاربة، حتى تونس دخلت معاهم. علاش؟ لقاو المغرب كيأتيري العالم كامل، ولا المغرب ولا ان بي ماجيك، ولا دولة ساحرة، كلشي كيبغي المغرب. وما بقاوش الصحافة كيجيو للمغرب باش يصوروا المآسي، مابقاوش كيجيو الصحافة اللي يصور لي بيدونفيل ويصور واحد عريان، لا، ولاو الصحافة كيجيو للمغرب يتبرعوا البيسين لي زوتيل لي سواري، مابقاوش، لأن هادوك اللي كانوا كيجيو واللي كيجيو واخا يجيو دابا وهما قلال، هادوك مؤدى لهم من طرف الجزائر، كيقولهم سيروا وقلبوا فين كاينه الدعارة وشي لعيبة، ديروا شريط على شهادة ويعطيهم لي زانديس، كلها مخدومة من المخابرات الجزائرية. حتى هذاك ابراهيم بوهلال اللي درت عليه ديك الأغنية ابراهيم بوهلال، وراه كاينة في راه درت واحد النهار وناضوا لي الجزائريين، ابراهيم بوهلال تلقى اللي كانت عرضت عليه دوزام وعطيها الكاشي باش يدير واحد لاسواري ايموليستيك، وشد في التريسور كيقول انت واقيلا ولدي انا راه كل ما نجي نخلي ستة الدراري هنايا، كنمشي مع ستة ديال لي فام وداكشي. تا هو المخابرات اللي قالت لي هضره الهضره وديحها ودارها، راه ما يمكنش داكشي صدفة، سي با زان هازار، انت عارضين عليك مغاربة وعاطينك احسن شقة في كيليز دار بوحدك عارضين عليك نوري لوجي وتدي معاك فلوس مغربية دوفيز وتضحك على المغاربة وتنزل المغاربة. كل ما يسيء إلى المغاربة فهو يخدم مصلحة الجزائر، لأن بوصبع زرق بوصبع المبردع كيموت على احتقار المغرب. هو محتقر، هو دابا من تحت القنطرة ولا مسكواطي شي دار وكيعاير المغاربة من أوروبا. والجالية المغربية راه اكتشفتهم، عرفتهم كيفاش دايرين، عرفت الحقد والكراهية اللي كيديرون المغرب. وراكم شتو في الألعاب بحر المتوسط، شتو في لاكوب أراب مع المغرب، داروا امتحان بالليلي، حنا أمزين ماركاها من السونتر وقصيناهم كأس العالم في قلب الجزائر 2-1، وما عمرنا هضرنا على داك البيت ديال أمزين، هما داروا البيت ديال بليني داروا في الامتحان. الشعب كيتلدد على انهم هزموا المغرب، لعبوا مع الفريق الثاني المغربي بالفريق الاول ديالهم، خاص فيه غير بالناصر و سليماني، خاص ثلاثه لعابه جو بون، سليماني بالناصر ومحرز، الفريق الاول الفريق الاول لاعبين به اللي لعبوا به كاس افريقيا، ولكن الله فضحهم هذاك الفريق زادوا عليها ثلاثة اللعبة وداوه لكأس إفريقيا، زيرو فيكتوار، قالك مغاربة سحروا لينا وجابوا الراقي لحية والبخور في التيران والروينة، العالم كله ضحك عليهم، بهدلة عالمية. إفريقيا اكتشفت العجائب في الجزائر، اللي كانوا يقولوا لي زافريكان يديروا كريكري ولي ماروكان يديروا كريكري، حتى ولاو كيشوفوا الجزائريين كيسحروا باش يربحوا الماتش. مشاو زيرو فيكتوار، لعبوا كأس إفريقيا داو نقطة وحدة مع سيراليون، مع أضعف فريق في الجروب، غينيا ربحتهم، كوت ديفوار بهدلتهم، داو زيرو بوان، ومشاو للكاليفيكاسيون باش يلعبوا لا كوب دافريك، ربحوا، الله بغاليهم العذاب، ربي كيفرش، فهمتي؟ الله مشاو للكوب الكوب دي موند وربحوا في قلب الكاميرون
وخرجوا العضلات ديالهم ودو كيهضروا على العربي بن مهيدي وعلى الطوار وعلى 120 شهيد ومليون شهيد وداك الشيء. وحتى الاخير ثانيات ثواني من الشوط من الاضافيه من الشوط الاضافي جاء إيكانبي جابو ربي إيكانبي جابو ربي. الى يومنا كي امنوا ان الماتش غادي يتعاود ماركاونا لغناونا شاد دوكي. واحد السمير كان يلعب تفرج معاهم الماتش كاميروني في القهوه فرنسا وسلخوه كي ماركاو البيت ديال باش يتكاليف ويضربوه ويدفعوه ويضحكوا عليه ويطنزوا عليه ويديروا عليه ويسط ويلصقها كان بيشطبها غشطبها دخلها للشبكة. الفرحة ديالي ديال 2022 هي أحسن فرحة. هي درت زوج ديال العراسات ماشي بحال ديك الفرحة ديال هذيك. نقولها لك بالله لأن شوفونا المرار شوفونا المرار شوف كيفاش تعاملوا مع البطلات ديالنا كيفاش تعاونوا مع الدراري الصغار ديالنا كيفاش سبونا وعيرونا وحرقونا الاعلام في الالعاب العربيه ولو في الشوارع كيحرقوا الاعلام ديالنا ويسبونا وعيرونا. وجاب لنا الله الرجل المقدسه اللي خصنا نرسموها ديال اي كان بي هي تشطب ليهم الاحلام ديالهم كامله. وحنا والله ما مسوقين شي دابا لا كوب دي موند غتلعب دون دو سومان والله المغاربه ما مسوقين. ما مسوقينش المغاربه. انا شوف اخويا شوف انا تقول لي مشروع تزنيج المغرب في السنوات القادمه انا ماشي عنصري. المغرب ما غاديش يتزنج يكون على يقين. شتي الافارقه ما كيديروش ناسيوناليتي ماروكان. دير واحد لونك. انا درت لونكات انا ولد داخلي انا عندي فورماسيون ديال لا هوت ايكول ليكول سوبيريور لا فورماسيون دي مينيستير لانتيريور وفينا لي جان ديالنا ديال تقصي الحقائق. لي زافريكان كاع اللي كاينين في المغرب ما كيبغوش يديروا ناسيوناليتي ماروكان. صغار صغار كنتلاقى معاهم جو عندي يلعبوا يتعلموا كره كنقول له اسكو تي ديفوني ماروكان جوي نو 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 جو سوي ايفواريان نو 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 جو سوي سينيغالي. ما تخافش منهم ما تخافش من الافارقه ما كيديروش جنسيه مغربيه وما كينساوش بلادهم عندهم ان تري كرون اتاشمون. عاشرهم وشوف عاشر حتى انا واحد الوقت شكيت قلت المغرب غادي يولي كله نوار بحال اللي وقع في فرنسا. لا في المغرب الافارقه ما كيديروش جنسيه مغربيه نهائيا. جي اللي كاين هنا في كازا يجي معايا ونديه نديه يبارك مع الناس يجي عندي للقهوه ونعيط للمسؤولين ديال المحكمه الابتدائيه نقول ليه شحال من واحد جاي عندكم يطلب الجنسيه. قال لي كيجيو لي بورتوغي كيجيو لي فرونسي كيجيو لي بيرج كيجيو لي زالجيريان. قال لي لي زافريكان ما كيجيو يجيو لي تونيزيان. لي زافريكان نوار ما كيبدلوش الجنسيه. ما كانش مشروع ديال الجنس المغرب كما ينوضوا لك البلباله با دي تو. حنا نو سوم افريكان وعندنا لي نوار تاع حنايا عندنا لي نوار في ورزازات في طاطا في زاكورا في طانطان في طرفايا عندنا لي نوار تاع حنايا مغاربه خوتنا. ما يمكنش غادي نكرهو لي نوار اكوز دو لا كولا بزنيج انتي سين شينا. ما حنا اللي يدخل معنا ويحترمنا وما يقربناش وما يديرناش اسمح لي. شوف انا نقول المغاربه كونوا هانيين راه الافارقه ياكلوا ويشربوا ويديروا لاباس في المغرب راه والله العظيم الا كلهم كيزيفطوا الماندات سير لابوست الويسترن يونيون وسولهم كيزيفطوا الماندات العائلات ديالهم في افريقيا عندهم ارتباط ما تصور بحال المغاربه ديال اوروبا مرتبطين بالمغرب سي لا ميم شوز. كون هاني راه ما كاين لا جنس لا حتى حاجه. راه امريكا امريكا دارت رئيس نوار اوباما امريكا خصناش نضربو من القيام ديالنا. هو اللي كيمسنا بالرموز ديالنا وما يحترمناش عيالاتنا وولادنا وتقاليدنا ما مقبوش عندنا مرفوض.
هما عندهم الطقوس ديالهم، عندهم مسائل ديالهم، عندهم لا كوميونيتي ديالهم، ولكن ما كيتعداوش علينا، ما كيقربوناش المسائل ديالنا. عندهم المنحرفين حتى هما، فهمتي، عندهم الفنيانين هما اللي كتشوفهم كيدورو ما كيتبدلوش. اما الاغلبيه كيبرك الفروج، حدا الفروج واحد الفانج ولا ترونجور كيدبر على انفو يحفر البلد، كيمشي يخدم، كيمشي يخدم، كتلقى خدام في لافاج ولا في البني ولا في شي حاجه، كيدبر على راسو يمشي. والاغلبيه اللي لقى فرصه كيفاش يهرب لاوروبا كيهرب لاوروبا عادي، اللي ما كيديروش هما الجنسيه. انا هاد القضيه نعطيها كسورس اوفيسيال، عندي صحابي خدامين في سيرفيس دي زوتونجي في الكوميسارية، وعندي لا بروموسيون ديالي اللي باقي في المحكمه الابتدائيه، ما كاينينش كما ولكن نهضروا المعقول. راه حنا المغاربه ديالنا فتحوا لهم المجال، كوم لي فرونسي لي زوروبيان اون اوفير المجال لي زافريكان، ما كانش بغي يديروا شي خدام، جاو لي زافريكان داروهم. اليوم لي زوروبيان كيضربوا مع الافارقه على دوك الخدامين اللي خداو لهم الافارقه، علاش خديتو لنا لي بوست؟ حيت في الاول كانوا كيتكبروا عليهم. شي اللي واقع في المغرب هذا، كون انا في كازا بعدا، لي زافريكان كيديروا شي خدمه اللي ما كيبغيش يديرها البيضاوي والدار البيضاء، هذا بروبليم. كيبغيش يخدم الخدمه ديال الكورفي ديال تماره ديال كذا، ولا يبغي خصو شي، هذا هو كتشوفهم خدامين. وكاع لي زافريكان كيخدموا يخدموا وما كيبقاوش خدامين، كيوليو من بعد يديروا افير ديالهم، كتلقاه داير لافير ديالهم. انا هو خصك تعرف، خصك تشوف الميليو السوسيال ديال المغرب، ما كاين حتى شي بروجي باش تجنيس، باش شنو قلتي سميتها، تزنيج، تزنيج زعما المغرب كحل. عندنا الكحلين حنا هنايا، عرفت فين كانت العنصريه في الجزائر ضد الكحل، نعقل عليها دابا ربما ما بقاش لان الوقت تبدلت. انا في الريجينيراسيون ديالي كانوا عندنا في الكارتي نعرفوهم لي نوار ظريفين وكذا، فهمتي، ولكن كانت واحد الطبقه كبيره عنصريه ضدهم. وراه قلت لكم شحال من مره كيقول لهم النيغرو زعطوط خراو عليه القطوط، النيغرو زعطوط خراو عليه القطوط، هذه اغنيه كانت تغنى كيغنيوها كاع شعار. وكان في الطيرة كيلعبوا عوازه، كيقولوا عوازه، حنا كنقولوا عوازه، هما كيقولوا، حنا كنقولوا دراوه دراوه، هما كيقولوا منيبرو. وكيقول شي كلام خايب لما نقول لكم عليهم، كيكونوا لاعبين الكره شي سبان ما كتصورش، فهمتي. حنا لا، حنا سولتو على، قلت ليه علاش كتبحث، انا ما نعرفش هذا المصطلح، علاش كتقولوا عوازه ولا عزي؟ كيقول لي بحال زعما عزيز علينا وضريف كلشي، ولكن انا بالنسبه ليا لا كولور ما انا با دامبورطونس، ماشي مهمه، فهمتي. حنا ما عندناش عنصريه، بالعكس، شكون اللي كيبيع الزريعه هنايا ويبيع كاوكا ويبيع الناس ديال طاطا؟ شكون اللي مختص في الزريعه غير الناس ديال طاطا والكاو؟ الناس خدامين ما مضايقينش الدوله، ما يقول اعطيني خدمه، ما يعطيني كذا، كيحل محل الزريعه كيخدم على راسو، اللي نجح في القرايه راه الله يسهل عليه، ولا طبيب ولا شي حاجه. ولكن الاغلبيه اللي ما كينجحوش شي كيهز شي كيخدموا، ما كيرفضوش، لا ما كيتكبروش على العمل، كيخدموا كيخدموا. كاين في الاول كاين ناسو في الحانوت، تيبان لك تزوج ودار دارو وساكن في الدار البيضاء ودار لي زافير ديالو، رجوله صاحبي رجوله، شو منين جاي وجاب كازا ودار بتيت بوتيك يبيع كاوكا، شويه كيبان لك فتح بوتيكا هنا وبوتيكا هنا وبوتيكا هنا، وشاد لك اليد العامله، وما كيطلب من الدوله والو، كيطلب غير التقار ويخلص ضرائب ويخلص امور. هاد الناس راه رجوله صاحبي، رجوله. انا عشرت الناس ديال طاطا، عشرت الناس ديال زاكوره، وعشرت الناس ديال ورزازات وديال اكادير، كانوا صحابي، وكنت انا شاد لهم الكونتابيليتي ديالهم في وجده في لا جونيس ديالي، وشاد الكونتابيليتي في الدار عندي، شاد لهم كاع السياسون حتى فلوسهم كانوا يخبيهم عندي، واي حاجه كانوا كيستشروا معايا. والله القسم الا كيديروا طاجين كيديروا في المجمر الصباح مع الثمانيه ويمشيو يخدموا في المجمر، كيوجدوا الطاجين مع 12 يعيطوا عليا يقول جيت تاكل معنا الطاجين، كنقول كي درتو لها الطاجين يلا راكم جايين، كيقول راه خليناه في الدار يطيب. وكنمشي كنلقى الطاجين، عرفتي داك عارف الطياب ديال المجمر، راه مراد بصح الناس خدامين. في وجدة كاين العائلة ديال العبد كيديروا الزريعة، وصراحة ما شاء الله كلشي لاباس عليه، خدامين.
ريد مراكش غير هما خدامين، ما ماشي ما سمعوش خدام على راسها. هاد الفكره ديال كاين هناك تشرد واحد الظاهره في المدن ديال بزاف ديال الافارقه كيباتوا في السنقاء وكيدوروا، لان المغرب ما كيجريش عليهم وما كيعتقلهمش، راه كاين مره مره كيهيت عليهم كيهيب عليهم، ماشي بحال الجزائر كتلوحهم في الصحراء ديال النيجر. كيتلوحهم في النيجر، حنا ما عندناش هاد القضيه هادي، ما عندناش. وواحد القصه في القضيه، الافارقه اكتشفوا المغرب وكيموتوا على المغرب دابا، ماشي قضيه الصحراء ولا شي حاجه. الصحراء ماشي الافارقه اللي عطاوها لنا، والأول الافارقه اللي فتحوا القنصليات عندنا في الصحراء، ماشي هما اللي عطاونا الصحراء، راه مصلحتهم حتى هما، لان المغرب بلد منتج كيقراو فيه في الكليات، كيقراو في المعاهد العليا، كيقراو في ليستا فورماسيون بروفيسيونيل ليكول ادمينستراتيف، يقراو في ليناب في ليناب في لي سونتر دو فورماسيون دي تكنيسيان، يقراو كيجيو يقراو في المغرب، كيجيو لي زاكاديمي ماروكان كيجيو يقراو في المغرب وكيمشيو كاليفي، كيقراو لا 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 غوستوراسيون، كيقراو لوتيس دو لير لي ستيوارد، هنا كلشي لي زيكول لي جيا لي ستا لو ان سي جي لي اس جي، كاع لي زيكول بريفي كيقراو فيهم هنا لي افارقه، ونقيين كيشعلو كيمشيو كيديو ان تخي بو تيمونياج على المغاربه. ونزيدكم واحد القضيه ربما ما عارفينش، فراسك بلي سواسا سواسا مولي المحلبات كيهضرو اللغه الافريقيه طق طق السلام عليكم، والله العظيم كيهضروا بالزولو باللغه الايفواريه واللغه باللغه ديال القبائل، وقلت لهم برافو عليكم، كيكومينيكيو معاهم باللغه ديالها. المغرب المغاربه فين واصلين؟ شوف حنا مغاربه ناس كرامة، ما نخلش حيدوا الكرم ديالنا، ما نبغوش غير اللي يتوشينا في العرض ديالنا الرموز ديالنا. اما اللي بغى يجينا مرحبا به، ارض الله واسعه، ما كرهناش حنا العالم كله يكون بلا حدود، غيكون بنادم مزيان، فهمتي؟ حتى حنا راه عندنا مغاربه كيمشيو لاسبانيا بلا اوراق، ويمشيو لفرنسا بلا اوراق، عدد كبير. قال لك سان اغيف با كو زوطخ، اين اوسي اون امغي فواغ لي ماروكان بيان تخيتي اون اوروب، كنتمناو ان المغاربه يتعاملوا معاهم مزيان في اوروبا، سي لا ميم شوز حنايا نتعاملوا مع الناس اللي هنايا بداكشي اللي عطى الله، واخا بشي كلمه زوينه. شكرا على الشهاده ديالك سي وداد، كتقول عندي ثلاثه ديال الخدامه من السنغال، زعما خدامين مزيان وكاع راهم دابا في كازا خدامين بخير وعلى خير، وانا راني في كازا كنشوفهم انا، فهمتي؟ كنشوفهم كندخل دابا، ولاو في مرجان، ولاو في المول، ولاو في اللافاج ديال المول، في لافاج ولاو دي ميكانيسيان في البني، غير هما اللي كيضربوا البرويطه وكيضربوا الكورفي في لي شونتي، غير هما، وما نقولكش في الداخله في الفلاحه، ولاو هما اللي كيخدموا في الفلاحه، فلاحه كيعطيوها صليه. ايوا لا ختنوهم، هذيك حاجه اخرى، انا ما كندخلش بختانه، بحال واحد جبتو معايا، جايب واحد الكليون ديتو يشوف واحد لي مابل، واحد تاع المقال الارض، واحد المغازان الارض باش يشريها، وديت واحد الصديق عبار كيعبر طوبوغراف ميتخور، ديتو معايا وما دار الحياة وداك الشيء ملتحي، وشوية يبغي يدير الدعوة بزاف، فرنساوي كيتناقش معاه هنا في البري فوالا، وشحال غادي نبيعو وشحال كذا، هو يجرو ويقول ليه تي سير تي دوا لا سيركونسيسيون كوبي لو زيزي دو رونتخي على الإسلام، والآخر هو يتخلع. والله العظيم قال لك اش كيلدي، قلت له ما قال لك والو، قال لي لا لا يما دي رونتخي الاسلام يكوبي لو لا سيركونسيسيون كوبي لو زيزي، قال لا راه كيضحك معاك، والاخر قال لي نو نو سي سيريو تي او ماروك اي بيان تي دوا رونتخي الاسلام. كليون طار، ما بقيتش كنشوفو كاع،
كنعيط التليفون كتبلوكاني خلعو. يقول لك الا مازال ديك الساعه كانت باقيه ديك الدعشه ويا كان باقي ديك الساعه ديك القاعده باللادان فهمتي بلادي مولا كان مخلوع. اذا ايوا لا غلطتي ما عرفتش درتي كتبتي ختنوهم باش كتب خدموهم كتبتي ختنوهم كان ما عرفتي شغلي في الختان. على اين شي اللغه العربيه اللغه العربيه عظيمة بزاف. نقطة دير لك مشكلة نقطة واحد رجب واحد في امتحان وجد دبانة دارت ليه نقطة حدا الامتحان ولات عنده 10 ما تإليميناش. نقطة كديرها نقطة ملخة لحة لجا تحيدها دير سبحان الله. اللغات العربية شي حاجة ما كايناش بحال اللغة العربية. اذا كنحييكم وتبارك الله عليكم. راه كندير لي فيديو بزاف با اوبليجي بنادم يتبع كلشي اوليو اللي نمشيو نبركو بلايص اخرين كنبركو معكم اللي ما بلغاتوش الرساله اللي ما بلغاتوش الرساله ياخذ غير شي شويه ويعرف ان بلادو راه زوينه كي تخرج دار دور هكذا وشوف تشوف السماء وشوف كذا جو زوين حتى واحد ما كيتعدى عليك حتى واحد ما كي فهمتي كاين لا ليبرتي. وحنا كنتمناو كلشي نشوفوه بخير والله القسم كلشي نشوفوه بخير ما نشوفو حتى واحد مكرفص ولا معدل. تبارك الله عليكم تصبحون على خير.